Introducing first, our finalist from the blue corner, representing Belarus, please welcome Aleh Likhtarovich. Aleh Likhtarovich, بعد تفوقه على اللاعب المغربي عثمان في بداية هذه الليلة يعود الآن إلى المباراة النهائية جبريل. نعم اللاعب Likhtarovich. الآن البيلاروسي سوف يقابل اللاعب كينغ التالنتي لمعرفة من سيتأهل إلى لعب المباراة النهائية. Superpro Samui. على الحزام. نعم. على الحزام عشان معرفة من يتأهل إلى النهائي. أظن راح يلعب. هذا مش النهائي صحيح؟ لا هذا النهائي اللي كان بين الأربعة بس الفاينل مش نهائي رود ذا كينج كاب راح يكون بتايلاند. نعم بس هذه راح يلعبوا اليوم على الحزام. على الحزام نعم الفائز منهم راح يلعب على رود ذا كينج كاب. نعم صحيح نعم على بطولة رود ذا كينج كاب. تايلاندي ما تعب. سوبر برو لا تايلاندي كانت مباراته سهلة سريعة بأقل من 15 20 ثانية على النزال. نعم صحيح. اللاعب التركي بلاروسي اللاعب البلاروسي تايلاندي لأنهاء بأقل من 15 ثانية اللاعب البلاروسي فاز بقرار حكام بعد ثلاث جولات. نعم فيعني استنفذ طاقة أكثر البلاروسي أن يساعد هذا التايلندي وأشار الكابتن عمر أن اللاعب التايلندي لاعب قوي ولاعب ذكي ليس بالسهل. لا ليس بالسهل بطل عالم إفما كابتن يعني يعني عنده نزالات كثيرة يعني. All right, ladies and gentlemen, the last instructions by the referee. Results of 3 minutes starting with the first one. Round one. التايلندي قوي بس أنا أظن من المهارات اللي قدمها اللاعب التايلندي ممكن هو المرشح كينغ ساموي والبيلاروسي عليه. نعم. في نهاية الحزام من سيأخذ حزام ويتأهل إلى بطولة رود ذا كينغ كاب. نعم. ذا كينغز كاب التي سوف تقام بتايلاند. موسيقى تايلندية مشهورة في لعبة المويتاي. أوه حلوة. السرعات لكن البيلاروسي ليس باللاعب السهل. مش سهل مش هين اللاعب البيلاروسي يتميز اللاعب البيلاروسي باللكمات كما أثار اللاعب الكابتن جبريل والكابتن عمر. طبعا هم الخبرات الفنية. باك سايد كيك من اللاعب. لازم ينتبه من الضربات الخلفية أمام التايلاندية اللاعب البيلاروسي حتى يضرب يعني. نعم. لو كيك أسقطت اللاعب البيلاروسي. جميل جميل سرعة في الهجوم حتى الحكم الحكم سريع معهم الحكم يعني ينطرد. أحيانا السرعات اللكم يعني تحس إنها توقف اللاعب تخلي اللاعب يبطل يعني توقف تحركات اللاعب. السرعات اللكم يعني بطل اللاعب الخصم يعرف كيف يتصرف خلاص لأن يعني أنت لكمة ورا لكمة فأنت ما يعطيك أي فرصة للهجوم بس يعني اللاعب يكون في ماء الدفاع ضربة تحت الحزام. نعم لكن غير مؤثرة على الأغلب يعني. الروح الرياضية بين اللاعبين أو أعطاه هوك شمال بعدين دخل بالأبر إلبو حلو الأبر إلبو جميل جميل شفته مويه جميل طلع الانسحاب مع الدخول لاعب بيلاروسي اللي بتميز فيه طلع الهروب اثناء هجوم اللاعب التايلاندي في اي بنش تلاقيه انسحب ورجع في لكمه يمينيه يعني سريعه قويه تحركات اللاعب للخارج طبعا هذا الافضل زي ما تنوهنا عليه قبل كابتن عمار انه اللاعب كيف يتحرك للخارج هذا بيميز اللاعب من اللي بتخليه يضل يتحرك للخلف طبعا تهرب من الهجوم وتهجم. نعم. هل يا ترى يكون البيلاروسي هو المتأهل الى بطولة رود تو ذا كينجز كاب في تايلاند؟ ام تكون فقط اهلية محلية تايلاندي هو كينغ ساموي يذهب؟ ما رأي يبرز مهارات اللاعب البيلاروسي. جميل المهارات اللاعب البيلاروسي بكل صراحة. نعم. الحكم يفصل اللاعبين ويأمرهم بالنزال مرة أخرى.
مرة أخرى. الآن الحكم يوقف النزال لأنه سقط على الأرض اللاعب البيلاروسي. ينتهي الجولة الأولى. نزال جميل. جميل يتميز فيه اللاعب البيلاروسي. يعني صراحة شايف الجولة رايحة إله أنا. يعني بحكم التأثير والتحركات وال يعني أعطى هجوم. السيطرة واضحة كانت للاعب البيلاروسي. نشوف الإعادات. هذه بعض اللقطات الإعادة. لكمات. سرعة. ما. يتميز بالسرعة اللاعب البيلاروسي. أوقف اللاعب التايلندي صراحة. كينغ ساموي اللاعب البيلاروسي. هذه بعض الإعادات. هذه الإسقاط اللوكيك. شوف الحكم على طول يعني كان متجاوب. يعني هو اللي نزل على الأرض. نعم. هذه حفاظة سلامة اللاعب وهذا شغل أو وظيفة الحكم داخل الحلبة. كيف يقدر يحافظ على سلامة اللاعب بحيث ما يخرج من إصابة أو ما يخرج من الرن أو يخرج بأقل خسارة ممكنة. يعني خبرة الحكم دائما تنقذ اللاعب من مواقف كثير خطيرة ممكن تأثر على اللاعب. الجولة الثانية. All right, ladies and gentlemen, seconds out. Now we're going to start with round number two. نعم. هل يعود التايلندي؟ يعني يجب أن يغير مع اللبنان. يعني يلعب على المسافات الطويلة التايلندي. هذا هنا تأتي دور الحق يعني نعم. المدرب بين الجولات. نعم. أنه يدرس الخصم أكثر. نعم دائما كابتن عمار بنحكي الجولة الأولى للاعب والجولة الثانية والثالثة للاعب. المدربين. نعم. يقرأ اللاعب يعرف شو نقاط الضعف نقاط القوة. طب ممنوع إذا سقط اللاعب على الأرض تقوم بأي ضرب طبعا صحيح؟ إذا كان هناك أطراف ثلاثة التمست الأرض ممنوع إنك أطراف ثلاثة أي يعني الرجل لو حط الإيد أو الركبة أو أي طرف من الجسم أي ثلاث أطراف نعم أي غير طرف غير طرفين إذا لمس الأرض ممنوع يكون في هناك هجوم أو لكم أو ركل أو ني أو والحكم يتدخل أيضا على طول دائما نعم تايلاندي غير شو الكلمة اللي بيقول الحكم لإعطاء الهجوم شوك يعني شوك يعني زي يعني فايت ستوب شوك بعدين فايت يوقف النزال الحكم الآن يعود مرة أخرى دقيقة و 52 ثانية الجولة الثانية الآن هل يعود التايلاندي كينغ ساموي هل يعود أم البيلاروسي؟ الآن الحكم يستخدم حتى ركبته أنه يمنع أي لاعب من الهجوم هنا في دبي فايت نايت مقدمة من اتحاد الإمارات العربية للمويتاي والكيك بوكسينج بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. المويتاي انتشرت انتشار سريع بأقل من سنة ونص تقريبا 46 نادي يمارس رياضة المويتاي 49 نادي الآن أصبح على مستوى الدولة في آخر بطولة للدولة أصلا شارك فيها تقريبا 290 لاعب 291 لاعب 291 لاعب فقط من دولة الإمارات العربية المتحدة اللاعبين الإماراتيين أو المقيمين نعم صحيح كانت صراحة بينت وأظهرت يعني جيل جديد يعني يبشر إنه في هناك أبطال راح يصعدوا البطولات هي التي تساعد في يعني صقل الخبرات وأيضا يعني إذا صح التعبير قلق لاعبين مويتاي جدد صحيح نعم دائما إحنا بنحكي الالتحام أو القتال هو الذي يطور اللاعب ويجعله يصل لمستوى أفضل وأفضل وأيضا بانتظار بطولة آسيا للمويتاي بشهر 10 التي ستقام لأول مرة في دولة عربية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة العالم بطولة آسيا بالإفما بطولات الإفما طبعا تختلف عن بطولات يعني هو الاتحاد الدولي المعترف فيه يكون هناك واقع للاعب هي بسموها بطولة الهواء هي منظمة هواء والبشار عشرة هتكون بطولة هواء أيضا نعم ستكون هي بطولة هواء هل هناك حجم للطفل كابتن جبريل؟ دائما بيلعبوا بطولات الاحترافية في حجم 12 أو 10 هذا الإفما يعني حسب الفئة العمرية وحسب الأوزان لكن دائما تروح بين 10 و 12
دائما توجيهات المدرب لغير اتوقع الجوله الثانيه اللاعب البيلاروسي يعني ما تميز فيها زي سجال كانت يعني كانت مكبل الاثنين بين اللاعب البيلاروسي عليه واللاعب كينج ساموي الان الجوله الثالثه النهائيه جوله الحسم او جوله المدربين كما يسميها كابتن جبريل ولاعبين الموي تاي جوله المدربين من ينتقل الى تايلاند اللعب في بطوله رود تو ذا كينجز كاب هل يكون التايلندي يلعب بين ارضه وجمهوره ام للبيلاروسي راي اخر عليه شوف هذه المرونه وين رافع رجلين اللاعب البيلاروسي طبعا يجب لاعب الموي تاي يعني يكون مرن عشان يدخل الهاي كيك فعال اكيد راوند نمبر 3 من اللاعبين كابتن عمار تشوف الجولة الثالثة تميزوا فيها التايلانديين يعني طلع راح يغير الخطة بشكل راح تشوف هسه لاعب ثاني بالجولة الثالثة شو تتوقع عن اللاعب التايلاندي؟ يعني اتوقع يكون اكثر هجوما يعني اكثر تاثيرا يعني طلع اللاعب التايلاندي بالجولة الثالثة دائما بتلاقيه بده يحط كل اللي عنده هم مشهورين بالكلينش طبعا صحيح الكلينش والكلينش والالبوز والالبوز هم التايلانديين من هو ابو رياضه الموي تاي في العالم التايلندي يعني اكثر رياضي او لاعب موي تاي تميز على مر العصور او يعني الملاكمه عندنا مثلا محمد علي كلاي نعم. التايلند مين في لاعبين كثير كابتن عمار تميزوا يعني على مستوى لعبه الموي تاي في الجيل الحديث يعني او في الجيل اللي احنا فيه الحين زي ما انت بتعرف اللاعب سان شهاي في الصداره واللاعب باكاو عندنا كثير سمون خلفي عندنا لاعب كمان تميزوا في هذه في لاعبين كثير تميزوا في هاي اللعبه بتمنينا انا وكابتن عمر في الاستوديو انه يلعب لاعب يوسف بوغنام مع لاعب باكياو هم بنفس الوزن صراحه راح يكون نزال يعني واشار ان هناك خطه من الاتحاد الامارات على المتحدين ان لعبوا باكياو مع يوسف بوغنام والله نتمنى نشوف هذا النزال صراحه راح يكون نزال صراحه جميل ناري نعم يعني خسر اللاعب بوغنام مره من باكياو لانه انصاب هذا كلام كابتن عمر انا ما او الان هل تكون البطوله الثالثه ممكن تكون هي التي سيتواجد فيها بوغنام مع باكياو انت القصد انه لا بوغنام لعب مع باكياو قبل لعب مع باكياو نعم. قبل اظن في تايلاند و تعرض لاصابه بالكتف وخسر النزال اللي خسره مين يوسف بوغنام يوسف بوغنام والله لا ما عندي اي معلومات عن هذا النزال ان شاء الله نشوفهم ان شاء الله نشوفهم ان شاء الله في حلبة اتحاد الامارات العربيه المتحده للموي تاي عليه عليه مع كينج 55 ثانيه اقل من 5 جميل ولع النزال يعني الحماسه من اللاعبين ملهبه الحلبه كينج بالشرطه الاحمر واللاعب عليه البيلاروسي بس تعب اللاعب التايلندي تعب اللاعب يبدو تعب على لاعب تايلندي البيلاروسي اكثر يعني هجوم اكثر تاثيرا 20 ثانيه فقط يعني اوروبا الشرقيه دائما يعني عندهم اللياقه البدنيه تحسها دائما يعني فوق اقوى نعم يتميزوا باللكم دائما يعني يتميزوا باللكم بالسرعات باللياقه البدنيه العاليه الجوله الثالثه للبيلاروسي احنا نترك القرار للحكام صراحه يعني الجوله الثانيه والثالثه متحليه الجوله الاولى يعني انا شفتها واضحه كانت يعني على الاغلب للاعب البيلاروسي لكن الجوله الثانيه والثالثه صراحه نترك لاصحاب الخبره نترك لاصحاب الخبره لاصحاب الخبره للتنويه بعد قليل مع مقدم الحفل من هو الفائز من سيحصل على هذا الحزام مدرب تيم مع اللاعب التايلندي مدرب له باع طويل في النزالات طبعا جبريل كابتن جبريل شو الدرجه اللي عندك كابتن جبريل؟ الكرو موي تاي كابتن وحصلنا الحمد لله على يعني بطولات محليه ودوليه وعلى مستوى كرو موي تاي نعم. 5 سنين
أنا إلي في المويتاي تقريبا 18 سنة تبقى. واو ما شاء الله تبارك. فكانت بداياتي يعني بال 99 بالكيك بوكسين في الأردن، ومن ثم بال 2008-2009 تحولت للمويتاي. الآن النتيجة جبريل مع مين؟ ها أنا أميل للركن الأزرق لكن نتركها للحمر. Alright ladies and gentlemen, we have the points of the judges. Judge number one 30/29, judge number 2 30/27, and judge number 3 29/28. The winner by points and the champion from the red corner, Keng Superpro. زي ما حكينا الجوله الاولى راحت للبلاروسي، والجوله الثانيه راحت للتايلندي، والجوله الثالثه ذهبت للتايلندي. هذول اللي اختلفنا فيهم كابتن. الحكام هم أهل الحكام. لكن الجولة الأولى اتفقوا معنا الحكام على صانع اللاعب بيلاروسي. اللاعب بيلاروسي خرج هاي الحزام. Keng Superpro Samui. يستاهل اللاعب التايلندي. ألف مبروك حزام EFN. Mr. Freshman, the owners of EFN and the organizers of the King's Cup in Thailand. سوف يكون اللاعب التايلندي بين أرضه وجمهوره. Once again, ladies and gentlemen, the EFN four-man tournament champion, Keng Superpro Samui. يستحق هذا الحزام. الآن كابتن عمار متشوق للنزالين الأخيرين، النزالات النارية طبعا، النزالات التي يعني ليس فقط العالم العربي ينتظرها بل كل العالم ينتظر هاي النزالات. Thank you very much gentlemen and lady. Yes, ladies and gentlemen, fight night here in Dubai. It's time for entertainment, so let me introduce the Fight Night Dubai dancers.